السيموس آه هو يعني هذه كلمة سيموس كلمة سيموس هي اختصارا للكوبلمنتري Complementary Methyl Oxide Semiconductor كلمة Complementary هنا معناها انه هذه السيركيت او هذه التقنية تحتوي على نوعين من الترانزسترات خلينا نشوف هذين النوعين اولا الترانزستور الاساسي لتقنية السيموس والسويتشنج اليمنت الفعال تقنيه السيموس يسمى بالموسفيت الموسفيت هي اختصارا لميتال اوكسايد سيمي فيلد افكت ترانزستور الموسفيت بالسيموس ينقسم الى قسمين قلنا احنا الكوبلمنتري يعني كلمه الكوبلمنتري بالسيموس معناها انه هاي السيركت تحتوي على نوعين من الترانزستورز نوعين من الموسفيت بما انه انه الترانزستور الفعال او التقنيه الفعاله والاكتف سويتشنج بالسي موس هو الموسفيت اذا هناك نوعين من الموسفيت النوع الاول اللي هو الان شانل موسفيت والنوع الثاني اللي هو البي شانل موسفيت السيركت مال السي موس تحتوي اذا النوعين اثنيناتهن اثنين ولذلك تسمى بالكومبلمنتري المكمل او المتمم خلونا نتعرف على تركيب السي موس وعلى ذني آه النوع من الموسفيتس اللي هن الان شانل والبي شانل هذا عندي موسفيت هذا الموسفيت هو من النوع ان شانل شلون ميزة من النوع ان شانل تلاحظ هنا انه آه طبعا هذا ما دام هو فيت ترانزستور فمعناها آه هنا عندي يعني آه الجيت وهنا الدرين وهنا SOURCE ترانزستور طبيعي من النوع فيت زين و وبالحقيقه هو من النوع الموسفيت ان شانل شلون ان شانل لاحظ اتجاه السهم هنا مال السورس وين صاير صاير داخل على الترانزستور ال 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 يعني باتجاه الجيت تمام هذا الان شانل موسفيت وعندي البي شانل موسفيت اللي هو هذا هالشكل تلاحظ انه اتجاه السهم يكون طالع لي برا احفظوا ذني الشكلين وذني الترتيبين انه الان شانل اتجاه السهم داخل والبي شانل اتجاه السهم خارج طبعا من آه نصمم باستخدام السي احنا آه او طالب من يصمم او هذه نستخدم في تشكيل اخر او في رسم اخر للان شانل والبي شانل رسم ابسط آه الان شانل ممكن تجسيده او ممكن تمثيله بهالشكل ترانزستور عادي و ال channel ممكن تمثيله بهالشكل نفس ال N channel بس هنا أنا اكو هذه الدويره اللي يعني تعني الانفيرتنج تمام فمن ترسمون ال N channel شانل channel ممكن رسمه بهالصيغه ماشي زين شنو هو ال N channel MOSFET وشلون يشتغل؟ هذا N channel MOSFET ترانزستور ومربوطه هنا أنا مقاومه وهنا أنا مصدر فولتيه 5 فولت الان شانل من طبيعته انه اذا طبعا هذا الجيت وهاي الدرين وهاي, الـ وهاي السورس اذا كانت طبعا هذا الحكي عن الان فرق بالموضوع اذا كانت الجيت اعلى من فولتيه الجيت قصدي اعلى من فولتيه السورس ولنفرض انه الجيت عليها فولتيه بوزيتيف فهذا معناه انه هذا الترانزستور هو اون واذا كان ترانزستور اون فممكن تمثيله على انه هو سويتش مغلق ما بين ال VCC ground تمام؟ فهنا عبارة عن مسار مغلق مسار كامل بين ال VCC ground. أما إذا كانت فولتية الجيت أقل من فولتية السورس أو فولتية الجيت عليها 0 فولت فهذا معناه أنه الترانزستور طافي أوف إذا ترانزستور طافي السويتش هنا راح يكون سويتش مفتوح يعني ماكو اتصال ما بين الفولتي ما بين الـ VCC والجراوند يعني ما بين الدرين والسورس ماكو هنا اتصال فلذلك ترانزستور هذا طافي ومعناه اوف هذا كان الان شانل اما البي شانل فالبي شانل اذا كان الجيت فولتيه الجيت هي اقل من فولتيه السورس اي انه او انه فولتيه الجيت عليها صفر فولت فهنا راح يشتغل عكس عمل الان شانل، هنا اذا كانت الجيت هي 0 فولت فراح يكون الترانزستور اون، واذا كان الترانزستور اون فمعناها انه راح يكون عباره عن كلوزد سويتش uh, مفتاح مغلق او مسار مغلق ما بين الدرين والسورس. اما في حاله اذا كانت فولتيه الجيت هي بوزيتيف او 5 فولت او فولتيه الجيت هي اعلى من فولتيه السورس فهذا معناه انه هذا الترانزستور راح يكون اوف ومعناه انه السويتش او ممكن تمثيله باوبن سويتش ما بين الدرين والسورس يعني البي شانل هو عكس عمل الان شانل زين باستخدام هذه الفكره وباستخدام هذا النوع نوعين من الترانزستورات وباستخدام خصائصهم ممكن نصمم انفرتر باستخدام الترانزستورات السيموس راح يكون شكل الانفرتر هالشكل لاحظ انه آه هذا الانفيرتر لاحظ انه هذا هذا هنا هو يشتغل آه بالضبط مثل عمل بوابه النوت هذا الانفيرتر هناني آه يحتوي على نوعين من الترانزسترات وعلى نوعين اثنينات ولذلك هنا اسمه سيموس ولذلك اسمه كوبلمنتري لان يحتوي على نوعين اثنينات واحد متمم الثاني هذا الترانزستور احنا بعد قلنا انه لازم نميز بيناتهم هذا الترانزستور هو بي channel لان اتجاه السهم خارج وهذا الترانزستور هو ان channel لان اتجاه السهم داخل تمام خلينا نشوف هنا الانفرتر شلون يشتغل <applause> هذا هو الانفرتر مثلا اذا اجتنا اشاره الانبوت هاي الاشاره الهاي ايش راح تسوي الاشاره الهاي راح تشغل ال هذا ان وقلنا انه هذا طبعا هذا الجيت مرتبط بالانبوت الجيت مال ال اذا كان هاي فهو اون تمام وهذا P الجيت مال ال اذا كانت هاي فهي اوف لذلك الهاي ايش راح تسوي؟ راح تشغل راح تطفي راح تطفي ال 1 اللي هو P Channel وراح تشغل لـq 2 اذا طفت ال Q1 فمعناها ان الكونكشن هذا اوتبوت معناها الكونكشن بين الاوتبوت output ال VCC هو مقطوع لكن الاوتبوت اكو له كونكشن على الجراوند اذا في الاوتبوت شو راح يطلع لي راح يطلع لي لو زين فانفيرتد صار للانبوت دخل هاي طلع لي لو اذا اجاني الانبوت لو اللو هنا شو راح يسوي؟ راح يطفي ال N راح يشغل ال P فلذلك ال Q1 اللي هو P channel راح يكون on وال Q2 اللي هو N channel راح يكون off انقطع ال بين الجراوند وصار عندي connection من ال VCC لذلك ال output راح يطلع لي هاي هذا بالضبط عمل ال inverter زين خلينا ناخذ غير سيركت خلينا ناخذ ال NAND gate هذه NAND gate هيك تصميمها باستخدام ال-CMOS لاحظ هنا عدد الترانزستورات n شانل هو مساوي لعدد ترانزستورات البي channel هذا اني Q1 و Q2 هنا من النوع P وال Q3 وال Q4 هنا من النوع N خلني اختبر شغل هذه السيركت ونشوف عندي الانبوت A والانبوت B اذا اجا إثنيناتهن هن لو خلني نبدأ بالبداية بالحالة صفر صفر اذا اجا الانبوت اثنينات هن لو هذا اللو شو راح يسوي هذا اللو مرتبط هنا بالجيت مال Q1 اللي هو P channel فراح يشغل الـ Q1 لأن ال P channel يشتغل إذا كانت الجيت مالته لو ويطفى إذا كانت الجيت مالته هاي زين بعد والـ input A اللي هو لو وعفوا والـ الـ 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 Q2 اللي هو مرتبط بالـ input B البيس عفوا الجيت مالته مرتبطه بالـ input B أيضا لو ال Q2 هو P channel فاذا ايضا هو on. زين نجي ل Q3، ال Q3 مرتبط الجيت gate مالته باللو low Q3 هو N channel، N channel اللو low يطفيه والهاي يشغله. ما دام ان الجيت gate مالته low اذا هو طافي اوف. ال Q4 ايضا مرتبط بالانبوت on B اللي هو low فاذا وهو N channel فاذا ايضا هو off. زين نجي هنا. هسه هذا عندي طافي وهذا عندي طافي وهذا عندي مشتغل وهذا عندي مشتغل اوتبوت مين راح يجي الاوتبوت راح يجي على المسار يعني المسار وين المسار السالك عندي عندي مسار من الفي سي او الفي دي دي هنا أنا سالك فممكن ان بسبب هذا المسار انه الكونكشن هذا موجود كلوزد هذا صاير السويتش اون فراح يطلع لي الاوتبوت هاي لان ما اخذ من الفي دي او يتبع هذا المسار اللي ايضا ممكن ان اخذه انا عن طريق الكيو 1 فايضا يطلع لي الاوتبوت هاي فلذلك هسه انا ممكن اقول انه اذا كان الانبوت لو لو فراح يطلع لي الاوتبوت هاي 1 اذا صفر صفر يطلع لي واحد زين في حاله الصفر واحد يعني اذا كان الانبوت اي لو والانبوت بي هاي الانبوت اي ايش راح يسوي؟ راح الكيو 1 مرتبط بالانبوت اي فراح الكيو 1 يشتغل تمام؟ زين ال Q2 مرتبط بالـ Input B، الـ Input B High، والـ Q2 هو P-Channel، إذاً الـ P-Channel إذا كانت الـ Gate مالته High فراح يكون Off. الـ Q3 مرتبط بالـ Input A اللي هو Low، الـ Q3 هو N-Channel والـ Gate مالته عليها Low إذاً هو Off. الـ Q4 هو مرتبط بالـ Input B، الـ Q4 هو N-Channel، الـ N هذه الجيت Gate مالتها High، فإذاً هو On. زين نجي هسه الكونكشن مين عندي اكو كونكشن عندي من الجراوند لا مقطوع ماكو كونكشن من الجراوند اكو كونكشن من الفي دي هذا مقطوع لكن هذا موجود فاذا ممكن ان يطلع لي من الفي دي مسار هذا المسار يطلع لي على الاوتبوت اذا راح يطلع عندي الاوتبوت هاي فاذا في حاله الصفر واحد راح تكون ايضا الاوتبوت واحد تمام زين انه في حاله الواحد صفر الهاي لو الانبوت A هاي والانبوت B لو خلينا نجي هنا الكيو 1 اللي هو P هنا أنا مرتبط بالجيت مالته هاي فاذا هو طافي والكيو 2 اللي هو P مرتبط بالانبوت B اللي هو الجيت مالته لو فاذا هو اون الكيو 3 اللي هو ان شانل الجيت مالته هاي اذا هو On q 4 اللي هو ان شانل الجيت مالته لو اذا هو اوف زين هسه كونكشن من الجراوند ما عندي كونكشن من الفي دي دي عندي نعم عندي هذا الكونكشن من الفي دي دي فاذا ايضا الاوتبوت يطلع هاي فاذا في حاله الواحد صفر راح يطلع الاوتبوت عندي واحد تمام زين هسه في حاله الواحد واحد في حاله الانبوتس اثنيناتهن هاي الكيو 1 بي وعلى الجيت مالته هاي طافي الكيو2 P وعلى الجيت مالته هاي طافي. الكيو3 N وعلى الجيت مالته هاي اون. الكيو4 N وعلى الجيت مالته هاي اون. هسه الكونكشن ال ال ما عندي اي كونكشن لا هذا المسار ولا هذا المسار ثلاث مقطوعات من الفي دي دي. لكن عندي مسار مفتوح اللي هو من الجراوند فاذا راح الاوتبوت راح ياخذ الاشاره من الجراوند ولذلك راح يطلع الاوتبوت هو لو. فاذا في حاله الواحد واحد راح يكون الاوتبوت صفر هذا التشوز تيبل هو مال الناند ولذلك هذه السيركت تشتغل كناند جيت هذا السي موس ناند جيت يعني سوينا سيركت سي موس تشتغل عمل الناند جيت خلينا نسوي سيركت تشتغل عمل النور جيت هذه السيركت السي موس اللي تشتغل عمل النور جيت لاحظ هنا انه انا عندي هو كوبلمنتري هنا معناها عندي آه هنا اربع ترانزستورات لازم يكون اثنين منهم ان واثنين منهم بي الترانزستور كيو 1 هو من يا يعني نوع بي الكيو 2 بي الكيو 3 ان والكيو 4 ان تمام خلينا نجي نختبر آه عمل هذه السيركت بالنسبه للادخالات المختلفه الانبوت اي والانبوت بي اذا اجينا اثنيناتهم لو اذا بدينا من الصفر صفر اذا اجن اثنيناتهن لو الكيو 1 اللي هو P والجيت مالته مرتبطه باللو اذا هو اون الكيو 2 هو P والجيت مالته مرتبطه باللو اذا هو اون الكيو 3 هو P والجيت مالته مرتبطه عفوا الكيو 3 هو ان والجيت مالته مرتبطه باللو اذا هو اوف والكيو 4 ايضا اوف هذا معناه انه اكو كونكشن هسه عندي نعم اكو كونكشن من الفي دي دي مسار مغلق ومستمر اذا الاشاره راح تطلع لي الاوتبوت راح يطلع لي هاي تمام هذا معناه انه في حاله الصفر صفر انه الاوتبوت راح يكون لي واحد زين في حاله الصفر واحد اذا كان الانبوت اي لو والانبوت بي هاي فهذا معناه انه الكيو 1 مرتبط الجيت مالته شنو لو فاذا هو اون ل Q2 الجيت مالته هاي وهو P اذا هو اوف زين ال Q3 الجيت نوع الترانزستور هو N والجيت مالته لو فاذا أو هو اوف وال Q4 هو N والجيت مالته هاي فاذا هو ON زين المسار من ال VDD هسه عندي مقطوع هنا صاير قطع وعندي مسار من الجراوند نعم عندي هذا المسار من الجراوند فاذا الاوتبوت راح يطلع عندي هو لو فاذا في حاله الصفر واحد الاوتبوت راح يكون صفر زين نجي في حاله الواحد صفر اللي هي الهاي انبوت اي هاي B بي لو الكيو 1 الجيت مالته هاي فاذا هو اوف q 2 الجيت مالته لو وهو بي فاذا هو On ال Q3 هو N والجيت مالته High فإذا هو On وال Q4 هو N والجيت مالته Low فإذا هو Off. هسه أنا كونكشن ما عندي، عندي هنا كونكشن من الجراوند عن طريق ال Q3 فإذا هنا الأوتبوت راح يطلع لي Low. فعند ال 1 راح يكون الأوتبوت صفر زين. عند ال 1 1 يعني الأوتبوت انبوت اي A بي Input, input B فال Q1 الجيت مال هو P والجيت مالته هاي فاذا هو طافي ال Q2 P فاذا هو طافي ال Q3 هو N والجيت مالته هاي فاذا هو on وال Q4 هو N والجيت مالته هاي فاذا هو on هنا انا عندي كونكشن آه للجراوند عن طريق اي من المسارين ما عندي مشكله آه اي أيوة واحد من المسارين اثنين يوفر لي كونكشن للجراوند فاذا الاوتبوت راح يطلع لي لو فاذا في حاله الواحد واحد الاوتبوت Output راح يطلع لي؟ راح يطلع لي لو راح يطلع لي صفر هذا بالضبط التروث تيبل هو مال النور جيت اذا هذه السيركت آه اللي هي سيموس هي تعمل عمل النور جيت اخذنا احنا شلون طريقه آه تعامل السيموس آه سيركت وشلون آه توافق النوعين من الترانزسترات ولازم يكون هذن النوعين ثلاثه موجودات ولذلك هو اسمه كوبلمنتري يعني النوع ان والنوع بي اللي هو واحد متمم الثاني واحد يشتغل عكس الثاني اخذنا بينات علاقات بينات وشفنا شلون يشتغلن ويطفن وشفنا شلون بهذه التقنيه نقدر نصمم لوجيك جيتس اللي هي الناند والنور والنوت وايضا اي جيت ممكن اصممها اني باستخدام السي موس وهذا معناه انه انا اقدر اتطور الى انه انا ما دام اي جيت انا اقدر اصممها باستخدام السيموس وهذا معناه انه انا اي لوجيك فانكشن يعني في الحقيقه اي لوجيك فانكشن ممكن اصممها باستخدام السيموس مهما كانت هذه اللوجيك فانكشن معقده او طويله ممكن استخدامها او ممكن تصميمها باستخدام ترانزستورات السيموس خلينا نجي الى مفهوم اسمه الاوبن درين جيت شفتوا انتم شباب هسه مثلا لاحظ هنا عندي انا الاوتبوت Output هذه هذا الـ, الـ Output، لو تلاحظه الـ Drain مال Q4 هو مرتبط بال طبعا هنا بالـ Source مال Q2 ومرتبط بالـ Drain مال Q3 فالـ Drain هنا مو سايب مال الاوتبوت Output اللي هو الـ Q4 لا هنا طبعا هذا عفوا هنا كيو 2 هذا الدرين مال q 2 هنا الدرين مال q 4 والدرين مال q 2 اثنينات المرتبطات سوا يطلع لي الاوتبوت هذا ربط متقابل ربط متكافئ تمام هذا اللي يسموه ترانزستورات الاوتبوت اللي هو الكيو 2 والكيو 4 زين لاحظ هنا الاوتبوت انا ماخذه وهو واحد عكس الثاني هذا بي وهذا ان فهنا كومبلمنتري فاذا اخذ الاوتبوت من احدهن هنا الدرين عندي مو سايب لكن في حاله انه يكون عندي الاوبن درين جيت اذا كان عندي هنا الترانزستور الاوتبوت هو الدرين مالته سايب اوبن ما مربوط لشيء ما مربوط لدرين مال ترانزستور اخر هنا هذه الحاله نسميها الاوبن درين طبعا هنا الاوتبوت ما ممكن ان نتعامل به وناخذه ليش؟ لان انا هذا الاوبن درين لازم اربط الفت شيء ما ممكن انه يعني اوكي اذا كان هذا الترانزستور اون زين هو المفروض انه يكون كونكشن ما بين الدرين والسورس سريان الاشاره، زين اذا الدرين سايب شو يصير؟ سريان شنو؟ فاذا لازم اربط هذا الاوتبوت الى في سي سي مثلا طبعا واذا ربط الى في سي سي لازم يكون عن طريق مقاومه خاصه تسمى المقاومه البول اب ريزيستر الار بي وراح ناخذ احنا البول اب ريزيستر وناخذ حساباتها. فاذا عندي نوعين انا من الربط من ربط الاوتبوت. النوع الاول اللي هو الاوبن درين اللي يبي ان ترانزستور الاوتبوت الدرين مالته مفتوح ما مربوط الشيء. والنوع الثاني اللي نسميه احنا التوتم بول. اللي هو آه هذا الربط المتكافئ اللي اخذناه احنا وشرحنا عليه السيركتس اللي تكون الدرين مال الترانزسترات Q1 و Q2 اثنيناتهم مربوطات سوا واقدر اخذ منهن الاوتبوت زين يعني واحد مربوط براس الثاني هذا النوع يسمى بالتوتم بول تلقونه بالمحاضرات موجوده هذا المصطلح توتم بول وهذا اوبن درين خلينا ناخذ مفهوم اخر اسمه التراي ستيت سيموس جيتس التراي ستيت شنو هو لتراي ستيت؟ لتراي ستيت من هو اسمه معناها ثلاثي الحالات شايفين شباب انتم دائرة بوابة النوت بوابة النوت لها حالتين يا اما هاي اما لو واي بوابة اخرى يعني اي لوجيك جيت اخرى لها حالتين لو هاي لو لو يعني ما عندنا حالة ثالثة اكو نوع خاص من البوابات يسمونه بالتراي ستيت الى حاله ثالثه شنو هاي الحاله؟ لاحظوا هسه عندي هسه هذه النوت الطبيعيه، هذه النوت تختلف عن النوت العاديه بشغلتين، اولا انه موجود هنا انيبلر بها انيبل هذا لاين مال انيبل يختلف عن هذا الادخال وهذا الاوتبوت وايضا هذا المثلث المقلوب يعرف هذه الجيت او آه, يميز هذه الجيت على انه هي تراي ستيت هاي ترى يابا هاي مو جيت عاديه هاي تراي ستيت يعني لها ثلاث حالات شنو لنا ثلاث حالات؟ لها حاله هاي والها حاله لو والها حاله ثالثه تسمى بالهاي امبيدنس او الهاي زي هذا الانيبل اذا كان لو فهذا معناه انه الـ 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 هذه النوت تشتغل بصوره طبيعيه اذا دخل لها انبوت هاي تطلع الاوتبوت لو واذا دخل الانبوت لو يطلع الاوتبوت هاي تمام اما اذا كان الإنيبلر هنا هاي معناها ديسيبل سويت أنا للسيركيت فمعناها هنا انا الاوتبوت راح اعزله معناها شو اسوي؟ راح اطفي الـ الـ هذه النوت جيت فمعناها الاوتبوت سويت له disconnection لذلك لا يهم ما هو الادخال اصلا هنا الاوتبوت هاي امبيدنس يعني شنو يعني مقاومه مفتوحه هنا المقاومه مفتوحه معناها الامبيدنس او الممانعه تكون اعلى ما يمكن فهنا اذا ماكو كونكشن اصلا فاذا هسه عندي؟ عندي ثلاث حالات عندي لو وهاي وعندي disconnected طبعا اللو والهاي هي اللو مو صفر هسه واحد يقول يابا مثلا اوكي تشاو ديسكونكتد هو لو لا لا حبيبي اللو هي احنا مثل ما عرفنا بالمحاضرات السابقه انه مصطلح او الليفل اللو هو مو معناه صفر معناه ماكو ما اوتبوت لا اكو اوتبوت والى فولتيه والى تيار والى قيمه والقيمه قد تكون الفولتيه قد تكون 1.5 فولت مو هينه والهاي ايضا الى فولتيه والى تيار والى قيم اما الهاي زد فهو اصلا ماكو اوتبوت ديسكونكتد يعني هذه السيركت يعني هذا الجيت ديسكونكتد فروم السيركت كلها تمام زين فمثلا عندي هذا السي موس هنا هذه هنا هذا آه السي موس سيركت هذه تمثل لي تراي ستيت انفرتر طبعا هو هنا احنا عندي انفرتر عادي نوت عادي لكن بوجود هذه البوابات هذا صار تراي ستيت شلون راح يصير تراي ستيت هنا الانيبل اذا كان لو الانيبل هنا اذا كان لو فمعناها هاي السيركت تشتغل بصوره عاديه اذا اجى الانبوت لو راح يطلع لي الاوتبوت هاي واذا اجى الانبوت هاي راح يطلع لي الاوتبوت لو اما اذا كان الانيبل هاي فهذا معناه انه الترانزستورين Q1 وال Q2 اثنيناتهن راح يصير لهن cut off ثيناتين off اثنيناتهن مغلقات اثنيناتهن طافيات زين طافيات هسه انا عندي بالحاله الطبيعيه يعني اسمح انه واحد يطفى اذا طفى الكيو Q1 اكيد انا راح اخذ الاوتبوت من الجراوند واطلع له واذا طفى الكيو Q2 اخذ الاوتبوت من سي VCC واطلع هاي زين اذا اثنينهم طفوا من اخذ الاوتبوت؟ ما اقدر اقول انه الاوتبوت لو لان انا ما عندي كونكشن للجراوند ولا اقدر اقول الاوتبوت هاي لان ما عندي كونكشن مقطوع الكونكشن في سي سي فاذا هنا الاوتبوت راح يكون ديسكونكتد يعني مقطوع اصلا هذه السيركت معزوله من الدائره تمام شباب؟